أول حاجة، السلام عليكم. مروان بوحاف، ممثل السنة الخامسة في كلية الاقتصاد بالرباط. بالنسبة لليوم كانت ندخلوني نصل بموضوع، كانت مقاطعة ناجحة 100%. دابا حتى الآن كاين ثلاث مستويات، السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة، فمقاطعة ناجحة 100%. ما تبقى باقي السنة الرابعة والسنة الخامسة بعد الظاهرة، تما كان أمله يكون نفس الشيء. الأمور دازت في أجواء سلمية، لم تكن هناك أي منع لا لفظي ولا جسدي للطلبه الراغبين في اجتياز الامتحانات. لذا علاش؟ لان احنا كنحترموا قرار الطلبه، وقرار التصويت هو ماشي قرار ديال التنسيقيه، هو قرار ديال الطلبه اللي داروا اللي كان اللي تم بالتصويت بطريقه ديمقراطيه. فتاع داك الشيء اللي حنا ما درنا حتى شي محاوله ديال المنع لا لفظي ولا جسدي، وكانت المقاطعه ناجحه، والنتيجه راه كتبين انه هذاك النتيجه راه هي اكبر دليل لانه راه الطلبه اللي داروا الطلبه اللي قروا والطلبه اللي التزموا بالقرار ديالهم. فحتى الان اجواء سلميه، كانت هناك وقفه ديال الاباء الصامته بعيده عن الكليه. ما كان فيها حتى شي تهجم لفظي او جسدي على الطلبه الراغبين. وكيف ما قلت لكم، ما كان حتى شي طالب مدني، حيت عندنا طلبه عسكريين وطلبه اجانب حقهم يدوزوا امتحانات، ولكن ما كان حتى شي طالب مدني اللي يدوز امتحانات حتى لحد الساعه. السلام عليكم، اسمي فاضل الأمين مستقبلا من دار مصر في دولة سنة المغرب. فاضل الأمين، بطبيعة الحال في الساعات الأخيرة اللي وصلنا من بعيد الأخبار كتقول أنه كاين ضغوطات وتهديدات، أنه كاين واحد الكراهية الاعتقال في حق المنسقين في حالة ما يحاولوا أنهم يعطلوا السير العام للامتحانات. بطبيعة الحال حنا باش نتأكدوا منهم جميعا أن القرار هو قرار الطلب، وأننا نحن لا دخل فينا أننا لو نشي بلوغرام من دبارين من عطلو السير. ف يعني كانت مقاطعة امتحانات اللي كنا نقولو هي جات من عند الطلبة 100%، واحد الوحدة في خيالي لأول مرة جات من عند الطلبة بالمجموعة تدخل ديال المتسقين. الدعم ديال الآباء المتطلبين هو كاين بحال واحد السند وواحد الإشارة قوية، هو أكبر إشارة قوية على أن المشكل وعلى ان الصلب ديال هذا الموضوع ما كيكملش الجهه التنسيقيه، انها هي واحد الهيئه اللي كدير لبعض بلوكيراسيون، ولكن ان الطلبه والاباء ديالهم كانوا واعيين ان المقترحات المقدمه من طرف الوزاره هي مقترحات لا تلبي بالنسبه لمنتدى الطلبه. اذا حضور الاباء اليوم في جميع الوقفات لا في الرباط أو في البيضاء أو في مراكش، هو دليل واضح على أن الطلبة وآبائهم واعون واحد الوعي كامل بأن المشكل جاي من تأمين الوزارة ومن جهة المقترح المقدم وليس من طرف هيئة التنسيقية الوطنية. نقدر نضيف لأن وقفة الآباء كتعطي طابع الشرعية من المطلبين ديالنا، وكتعطي طابع أنه حرية الاختيار ديال الآباء ديال الأبناء ديال الطلبة والآباء ديالهم، يعني أنهم هما وقفوا تماك بالقرار ديالهم، يعني ماشي طلبة تنسيقية ولا شي حاجة. وتا الآباء يعني تا المقاطعة كانت مقاطعة ديال الطلبة يعني في الاختيار الشخصي، ووقفة الآباء فكانت وقفة كتعبر على أنهم كيساندوا مشروعية ديال المطالب ديال الأبناء ديالهم. ما كاينش شي نهائيا نهائيا لا من عند التنسيقية الوطنية ولا من عند الطلبة أنها تمس بهذه الدولة ولا تمس بهذه المؤسسات. هو واحد المطالب اللي هي خبزية، وأتوقع أنها خبزية واضحة اللي تنسو الطلبة والتنسيقية من طرف الوزارة أنها تحلهم. النهار اللي غادي تحلو هاد المطالب هذا جا الطلبة القرار. المشكل اللي كنلاحظو اليوم هو أنه في غياب حوار تام من طرف وزارتين معنيتين تجاه طلبة وتجاه طلبات اللقاء المقدم من طرف التنسيقية. آخر اجتماع كان مع الوزارتين المعنيتين كان 12 مايو 2019، قبل منه كان اجتماع نهار 12 أبريل 2019. آخر طلب اجتماع طلب مقدم من طرف التنسيقية كان 27 مايو 2019. إذن لاحظوا أنه كان واحد الغياب التواصل مع التنسيقية، غياب واحد الإرادة هي فعالة باش نلقاو واحد الحلول لهذا المشكل. لو أن الوزارتين المعنيتين نهضة أنهم يستجبوا لطلبات الحوار ويبينوا واحد الإرادة سياسية باش نحلوا هاد المشاكل هادو ولا نناقشوا الحلول، راه ما غاديش نكون وصلنا لمقاطعة الامتحانات. كنا غادي نكون وصلنا نحلوا المشكل قبل مقاطعة الامتحانات. أكبر دليل هو أن الوزارتين الوصيتين كيصدروا بالله يوم الأحد
يعني يوم او لا ساعات قليله قبل الامتحان. يعني في بلاصه الوزاره تكون يعني كتسلي الطلبه ويكون واحد طاوله الحوار كتلعب معنا لعبه ديال شد الحبل وهي مراهنه على امتحانات بفشل المقاطعه وندخلوا بدون مطالب. يعني هذه هي هذا بس حنا ماشي هدف ديالنا هو المساس بهيبه الدوله، ولكن كتشوفوا ان الوزاره كتلعب معنا دور التهديد وكدير تهديد ديال الطلبه على الطلبه مقاطعين ما دام ان المطالب لم تتحقق. يعني صيغه سهله وجمله سهله. فكما قلت لكم السقي دائما كنقول انه بدايه كل اسبوع او بدايه كل اسبوعين كتقدم طلب حوار وطلب استماع مع الوزاره التنميه. هذه واحد العاده اللي كتعمل في السقي ديالنا منذ بدايه الحراك باش نبينو اننا مع منظمه الوزاره ديال الحوار. المشكل هو ان الوزاره التنميه هما اللي يرفضوا الحوار. لو انه مثلا غدا ولا بعد غدا مثلا غادي يعيطوا لنا باش نلقاو حلول باش اننا غادي نناقشوا هاد المشاكل النقاط العالقه، ما كناش انا ما غاديش نطيحوا في هذا المشكل. اننا وانا الطلبه بيان سور غادي يبينوا الاستجابه ديالهم للمطالب وما غاديش يبينوا هذا باش نحيدوا عندنا هاد الصوره ديال البلوكاج، لانه مع الاسف اليوم الوزارات المعنيه كيحاولوا يمروا واحد الصوره ديال التسييس التنسيقيه الوطنيه ودير واحد البلوكاج مقدم من طرف التنسيقيه. اليوم حنا كنقولوا اليوم افتحوا باب الحوار، ناقشوا النقاط ديال الملف المطلوب ونحاولوا اننا نحلوها واحد الحلول اللي تكون هي ايجابيه. الطلبه راه غادي بيان سور ديك الساعه راه غادي يرجعوا لمقاعد الدراسه ديالهم من بعد مقاطعه الامتحانات. اذا كان كيبقى على الدوله كيبقى على الوزارتين المعنيتين انهم نجلسوا جلسات حوار نحاولوا نلقاو فين كاين المشكل ونحاولوا اننا نحلوا الملف المطلبي. اذا ما لم تريد وزارتين المعنيتين انهم يحلوا المشكل حتى بعد مقاطعه الامتحانات فهذاك يعني انهم هم من يريدون السمريطه وليس نحن. احنا دائما على اتم سياده الحوار. اذا فهذا شنو كيعني؟ كيعني ان نفهموا منه انهم هم يفضلون القطاع الخاص ويفضلون السنه البيضاء على مصلحه التكوين الطبي والصيدلي وطب الاسنان العمومي. بالتاكيد كنتمنى ان مقاطعه اليوم تكون رساله واضحه لوزاره الوصيتين ان الطلبه واعون ما كيسمعوش ماشي غير يتابعون القرارات التنسيقيه بل هما واعون وقرارات هي قرارات ديالهم قرار جماعي كيتم في التصويت في الجموع العامه. وكنتمنى ان الوزاره من بعد هذا اليوم هذا او من بعد هذه المقاطعه اللي يفتحوا حوار جاد ومسؤول ويتفادوا لغه الخشب. واحد الاضافه الصغيره اللي نقدر نضيفها هو ان المقرر مقاطعة الامتحانات كان من اراده الطلبه، لانه من بعد اجتماع 12 مايو واللي كانوا فيه اتفاق حول بعض الامور قدمنا حنايا الاتفاق بطريقه يعني محايده للطلبه. الطلبه غادي يصوتوا عليه على الصعيد الوطني بنسبه رفض الاتفاق بنسبه 91% ومواصله المقاطعه الى غايه مقاطعه الامتحانات. هذه كانت واحد المقاطعه اللي هي واحد القرار اتخذه الطلبه بطريقه في غنى تام عن التنسيقيه. ومع الاسف رغم انه كانت هذه النسبه العاليه لقينا غياب الحوار من طرف الوزارتين المعنيتين. من بين اهم المطالب في الملف المطلبي طلبات الطب والصيدله وطب الاسنان بالمغرب عندنا ان خاص رفض اجتياز طلبات القطاع الخاص لمباريتي الداخليه والاقامه في المستشفيات الجامعيه العموميه، لانه نطلب انه يجب ان يكون توازي بين قطاع التكوين العام والخاص في الشعب الثلاث باش ما يكونش واحد التغذيه ديال هذا القطاع الخاص على حساب العام ويكون واحد الدمار ديال الكليه العموميه. ما بغيناش يتعاود مثال المدرسه العموميه والثانويه العموميه. اذا ما نطلبه هو يكون واحد التوازي فيما يخص هذين المسار هذين القطاعين. نطالب بطبيعة الحال بإلغاء المادة التي تنص على الميزة في دبلوم دكتور في الطب والصيدلة وطب الأسنان. نحن واعون اليوم أن هناك واحد خاصية عند هذا الشعب الثلاث خاصية اللي ما نقدروش أننا نحكموا على الدبلوم ديال طالب طب أو طب أسنان أو صيدلي بواحد النقط اللي اجتازهم من السنة الأولى للسنة الخامسة. حنا كنقولوا أن الميزة هي إجحاف في حق الدبلوم في هذا الشعب الثلاث، لانه لي كومبيتونس اللي كياخذهم هذا الطالب ديال طب الاسنان ولا الصيدلي ولا طالب طب كياخذهم سورتو فما هو ميداني سكي براتيك وماشي في واحد 5 سنوات اللي شاتهم في الكليه. اذا كنطالبوا بالحذف ديال هذا ديال الميزه من الدبلوم في هذا الشعب الثلاث. ثالثا كاين فيما يخص مشكل السنه السابعه،
إلغاء المنشور رقم 48 اللي كيمنع الانتقالات واللي كيعطي واحد الأولوية لاستغلال اضطرابات السنة السابعة من طرف المنادب الإقليميين ديال وزارة الصحة. كنطالبوا بالرفع من المنحة لاضطرابات السنة السابعة إلى 2500 درهم، هي واحد المنحة اللي حنا كنعرفوا أن حاليا 1500 درهم جد هزيلة. هو طالب السنة السابعة مع الأسف اليوم هو كيقوم بعمل طبيب عام وطبيب في المستعجلات بواحد المنحة 1500 درهم، ما هي غادي يغطي بها أبسط الحاجيات اليومية ديالو. إذا اليوم كنطالب برفع ديالها إلى 2500 درهم. رابعا نطالب في إزالة الضبابية عن السنة السادسة لطب الأسنان وتوفير الظروف اللازمة والملائمة لاجتيازها. كنطالب فيما يخص تسريع وتيرة المستشفيين الجامعيين بالنسبة لطنجة وأكادير والالتزام بواحد التواريخ محددة اللي غادي يكونوا كأجل أقصى لفتحها. ككلمة أخيرة نقدر نوجهها للوزارتين المعنيتين ولا اللي نقدر نحيط بها رأي عام، المشكل يكمن في غياب الحوار. لو أن الوزارتين المعنيتين فتحت باب الحوار منذ البداية وجلسنا على طاولة الحوار باش أننا نلقاو حلول لهذه المشاكل، كان الإضراب ما غاديش يستمر ولو شهر على الأكثر. إذا المشكلة اليوم كاين في غياب الحوار. فتح باب الحوار يساوي محاولة إيجاد الحلول يساوي إيجاد الحلول يساوي رجوع الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية. ككلمة أخيرة، أطالب الوزارتين بتفادي المراوغة وتبني الحوار الجد والمسؤول وفتح حوار نقاش حوار ونقاش مسؤول مع المستقل مع الطلبة. المطالب ديالنا هي ماشي مطالب اللي عجت دابا والعاد حنا كنزيدوها، هي مطالب تراكمات ديال سنوات ان الوزارة كتاخذ قرارات احادية. فأهم مطلب يكون دافع عليه إضافة إلى المطلب ديالنا هو الإشراك، من أقوى على الإشراك الحقيقي والفعلي ممثلين للطلبة لأنهم رغم أنك تطبقوا عليهم في القرارات. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارتاجيو مع صحابكم.